الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى جولة امبارح بمحور رود الفرج، تفقد فيها الكوبري ووضع الجزء الأخير منه استعدادا لافتتاحه في القريب. بيجرى العمل في محور رود الفرج باعتباره أحد أهم المشروعات القومية في مجال المحاور الاستراتيجية واللي بتمر على نهر النيل. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فجر اليوم الاحتفال بالانتهاء من تركيب آخر قطعة بكوبري تحيا مصر محور رود الفرج، والذي يعد جزءاً من محور الزعفران مطروح ومحور الضبعة وامتداداً للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط. ويعتبر المشروع واحداً من المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها تحت إشراف مقاتلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الشركات الوطنية المصرية لإنجاز أعرض كوبري ملجم في العالم وجاري تسجيله بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، والذي تم إنشاؤه أعلى نهر النيل لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا بطول 540 متراً وعرض 66.8 متراً بسعة 6 حارات مرورية في الاتجاه الواحد، والذي سيساهم في تحقيق طفرة نوعية لتيسير الحركة المرورية داخل القاهرة الكبرى. شارك في تنفيذ الكوبري أكثر من 4000 مهندس وفني وعامل مصري. بدأت مراسم الاحتفال بكلمة اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أكد من خلالها أن الهيئة الهندسية تتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة للمضي قدما في إنجاز المشروعات القومية الكبرى لفتح آفاق جديدة من التنمية في مجالات متعددة، ومنها هذا المشروع الضخم والذي تحققت فيه أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية. تلا ذلك عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان ملحمة التحدي، تناول شرحا مفصلا لمراحل إنشاء كوبري تحيا مصر والذي تم إنشاؤه طبقا لمعايير الجودة العالمية. ثم استمع الرئيس السيسي إلى كلمة مدير إدارة المهندسين العسكريين، عرض من خلالها الموقف التنفيذي الكامل للمشروع ابتداء من التخطيط لتنفيذ المشروع ووصولا لتركيب آخر قطعة بكوبري تحيا مصر الملجم، مشيرا إلى أن هذا المشروع ليس إنجازا هندسيا فقط، بل هو شهادة بكفاءة وقدرة المهندسين والفنيين والعمال المصريين لإنشاء هذا النوع من الكباري بمعدل قياسي وعالمي، وبترشيد في تكلفة الإنشاء وصلت لحوالي 50% من التكلفة العالمية. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية إخلاء المناطق المحيطة بمنازل ومخارج كباري المحور حفاظاً على أرواح المواطنين مع التعويض العادل للمتضررين، مؤكداً على الحفاظ على المظهر الحضري والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من يتعدى على أراضي الدولة وطبقاً للقانون. نعمل تخطيط عمراني مظبوط، ويبقى الدولة بترتب ترتيب مظبوط وافق عليه، يبقى فيه الصرف الصحي بتاعه مظبوط والكهرباء بتاعته مظبوط وكل السبل الحياة مظبوطة. احنا مش راضيين لكم انك تعيشوا كده. وبعدين يرجع بقى كلام يقولك اصل في مستثمر هيبيع ويشتري. مستثمر ايه؟ بلاكوا حاجة كبيرة ان شاء الله ونقدر نعمل وكلنا نبقى سعداء. مش محدش هيقدر يطلع انسان خارج القانون، محدش مقدرش اعمل كده ولا الدولة تقدر تعمل كده. كل واحد بياخد حقه، محدش يقدر يطلع مخلوق هنا في اي حته في مصر من مكانه الا بالايه، بالقانون وبالحق. انا بقول الكلام ده لان انا ما كنتش يعني كان المناسبه مناسبه جميله وكده، لكن برضو ان احنا نبقى عندنا حاجه جميله عاملينها نفرح لما عملنا الكوبري، مش النهارده كلنا مبسوطين وفرحانين؟ طيب لو النهارده احنا بنعمل تخطيط عمراني، خلاص احنا بقى خدنا قرار وهنعمل دي تخطيط عمراني، هل هيبقى الشكل اللي انتم متصورين ان احنا هنعمله كده؟ لا طبعا، ده هتبقى حاجه تانية خالص. ادي واحد. نمره اتنين، هل النهارده الكلام ده على حساب الناس؟ لا، بالظلم يعني؟ لا، ما يحصلش ومحدش يتصور غير كده، لان احنا ما نقدرش نعمل مظالم مع حد. فأرجو أن الناس بس تبقى النقطة دي واضحة لنا كلنا والأهلين اللي في الورق اللي بيسمعوا. اوعى تفتكروا أن احنا ناخد حاجتكو عشان نديها لحد وناخد حاجتكو غصب عنكو ونمشي حد غصب عنه. ثم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع آخر قطعة بكوبري تحيا مصر محور رود الفرج إذانا باكتمال المحور.
حضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء ومحافظ القاهرة.